واش عرفتوا حكايه الليله ولا لا؟ راه والله حتى تجيب لكم تمام الحكايه اللي غادي تخليك ما تثقي في حتى شي وحده باش انك تدخليها لدارك او للقاع دارك ولو تكون جارتك ديال السنين والمنين. حكايه الليله عبره وش من عبره، كنتمنى انكم ما تفوتوهاش وتسمعوها مزيان. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه، احوالكم طيبه كيف العاده. المؤنسه ديالكم عادت اليكم من جديد في حكايه جديده وعبره جديده. شكرا من قلبي لاي واحد دخل ليا كلام زوين بحال وجهه، وشكرا لانكم تتفاعلوا معايا في الرسائل اللي تنشوفهم دائما ولا في التعاليق، وشكرا لانكم ما تتنسونيش انكم تضغطوا على زر الاعجاب، احسن حاجه ديروها على قبلي. فخلي ما نتعطلش عليكم اكثر ونقولوا بسم الله يلا لنبدا. انا سميه، حليت عيني وتربيت وسط والدين تيبغيو بعضياتهم لواحد الدرجه ما كتصورش، وهذا الشيء كان شائع في العائله والجيران وعند كل شيء انه والديا كيبغيو بعضهم. انا هي البنت الصغيره وقبل مني عندي زوج خوتي، انا هي المدلله كيف تيقولوا. كبرت بالفشوش خصوصا مع بابا اللي كان تيدلعني بزاف وكيحماق عليا وما تيخسرش ليا خاطري ولا عمره ما ضربني. غادي نكبر حتى وصلت للسادس ابتدائي، كانت عندنا واحد جارتنا بحال اخت ماما، كانت ديما عندنا في الدار، وكذلك حتى حنا كنا كندخلوا لعندها، كنا ديال بصح متداخلين. هي وماما ما كانوش جارات ولكن كانوا خواتها ستي المعقول. هاد الجارة كانوا عندها ديما المشاكل مع راجلها اللي كان كبير عليها بزاف، وكانت هي ولادها ساكنين غير في بيت مع الجيران، ما كانش فحالهم بزاف، وكانت تبقى كتجي كتبكي على ماما وتعطيها هذاك الشيء اللي قسم الله لا في الحوايج ولا في الماكله. المهم مداخله معانا لا هي ولا ولادها ولا حتى راجلها، وهنا الشيطان غادي يبدا الخدمه ديالو. من بعد ما حلت ليها ماما الباب ولقات الفجوه، غادي تدور هاد الشارة بابا. هاد الشارة لسنين ومنين ماما كتعرفها، علما انه كان معروف عليها في الدرب بلي انها كتصاحب بزاف، وكانوا كيقولوا لماما بلي انه حتى راسك من فلانه، انا راه 25 عام ديال العشره ما تقدر دير والو، ما تقدرش تاديني راه اختي هذيك. انا فاش كنت نقرا في الثامنه انا ذاك غادي تموت خالتي وسط العام الدراسي، ومشات ماما للبلاد فين كاين الاصل ديالها، وخلاتني بوحدي مع خوتي الدراري. واخا كنت المدلله ديال بابا، ماما كانت محملاني المسؤوليه من الصغر. من صغري كنت كنعجن تنطيب تندير كل شيء، الجهه اللي كان راخي ليا فيها بابا ماما كانت مزيراها. ماما فاش خلاتني مشات على اساس انه غادي نقابل انا الدار ونقابل خوتي اللي كبر مني بزوج، وما فكرتش انه غتخليني بلا الرعايه ديالها وسط الصحابات اللي فيهم الصالح والطالح. ما عرفتش كيفاش كانت كتفكر، علما انه كبرى في العروبيه ما عندهاش في بالها بلي انه شي حد يقدر يخرج على بنتها. المهم فاش هي مشات للبلاد وطولات، بابا وجارتنا لقاو الفرصه في انهم يتخلوا مع بعضياتهم، يا اما كيخرجوا يا اما كتجي هي للدار عندنا، واذا جات بابا كان تيصدرنا انا وخوتي، وكل واحد فينا كان تيعطيه 50 درهم، سيروا خرجوا سيروا مع صحابكم. وانا كان تيقول لي بما انني البنت تيقول لي سيري طلعي للفوق عند مرت عم ماما اللي كانت ساكنه فوق منا، ولا كان تيقول لي سيري عند صاحبتك اللي ساكنه حدانا. المهم تيصدرنا وكيبقى هو وياها في الدار في حاله اذا جاب الله ما خرجوش ولا ما داهاش لشي قهوه وصرف عليها الفلوس. مع العلم من نهار دخل هو وياها في علاقه غادي يقطع علينا شحال من حاجه. صحيح انه كبرنا في الدار ديال الكرا ولكن ما كان تيخصنا حتى شي حاجه، بابا كان معيشنا مخيرين، عوض ما خلصو يجمعها ويدير الدار والطوموبيل كان تيخسرها علينا حنا ولادو. كنا ديما لابسين حوايجنا اللي كانوا واعرين وتناكلوا واعر وتنسافروا ب10000 درهم او ما اكثر ندوزوا العطل، المهم كان مهلي فينا. هي لقات اللي بغات وطاحت على كيف تيقولوا راجل مقمح. المهم هو كان تيشرينا وكنا حنا كنمشيو. انا ذاك كنت نخرج مع صحاباتي وكان فيا واحد الفيس انني تيعجبني، انني عجب الدراري باش ندير شي حاجه خايبه ولكن نثير الانتباه ديالهم ونشوف نظرات اعجاب في عينيهم من ناحيتي. هادشي فاش كنت ملهيه انا وخوتي، انا ذاك كنا كنشوفو داكشي اللي تيدير بابا مع جارتنا وكنا ساكتين. علاش؟ حيتاش كان تيعطينا الفلوس، تنقولو ما حدو هو تيعطينا يدير اللي بغا. وماما راه بقات جالسه في البلاد شي 3 شهور، غير رجعت ماما غادي تقلب حياتنا الجحيم بما تحمله الكلمه من معنى، وماشي بها ولكن بداكشي اللي غادي تكتشف. غادي تواجههم، يا ولاد الناس هادشي اللي راكم ديروا فيه راه ما هو شرع ولا تقاليد ولا حتى من الاصول. هو تيقول ليها راه كنبغيها وهي كتقول ليها راه هو اللي تبعني وهو اللي فعل ليا،
ماما ما قدرتش انها تهز حوايجها وتخرج على قبلنا. ولادها كبار، راه الكبير انا ذاك كانت عنده 26 عام، الاخر عنده 24، وانا هي الصغيره عندي 16 عام، يعني ما تقدرش تخرج بينا. المهم فاش رجعت ترونات الدنيا ولاو يوميه المعاناه، فاش ماما سدت دارها عليها وما تلاتش خلاتها تدخل، شنو غادي يولي يدير بابا؟ غادي يولي كيمشي لعندها للدار اللي عند ديك جارتنا اللي فيها راجلها، اللي من بعد غادي نعرفوا بلي انه راجلها طلقات منه حيت جاه واحد المرض في عينيه وعمى، ودار معاها شرط انها تبقى معاه تقابله ويبدا يعطيها واحد الصالير شهري، مع العلم انه عندها بنت قدي وحده صغر مني، والبنت الكبيره راه قد خويا اللي عنده 24 عام ومزوجه وعندها وليدات. باش تشوفوا قمه الفاحشه، انها طلقات من راجل وبقات ساكنه معاه في نفس الدار. بابا يوميا كيمشي كيدخل لعندهم، تيجي من الخدمه كيبدل حويجاته ويخرج لعندها، اذا هضرات معاه ماما كيضرب معاها، وخوتي قلبوا عليه ما بقاوش كيدويو معاه. انا الوحيده اللي كنت صله التواصل ما بيناتهم، حملوني واحد المسؤوليه اللي كانت كبر مني انا ذاك، وانا يلا عندي 15 16 سنه وبابا تيشكي من جيه وماما كتشكي من جيه، وهذا مشاكلهم ديال بصح، حيت انا الوحيده اللي كانت يدوي معاها بابا في ديك الدار، وغير كتوصل لي الوقت انه تاد المغرب كيصلي وكيمشي عندها للدار، ما تيدير معاها والو، ولكن خصو غير يدخل ويبقى جالس حداها. من بعد قال لنا بلي انه تزوج هو وياها بالفاتحه، واش بصح ولا لا الله اعلم. هادشي امتى قالوا لنا؟ فاش كنت تلقى في السانكيام، وهو طلع واحد المره سافر لواحد الخدمه اللي كانت عنده وقالها لماما في التليفون راني تزوجت بها وبالفاتحه. بطبيعه الحال ماما جاتها صدمه العمر اللي غادي يكون سبب انها يجيها سرطان الرحم، والحمد لله انه كان في المراحل ديالو الاولى وقدرت تستأصل هذيك المنطقه اللي فيها الورم، والحمد لله برات من موراها، ولكن عانت معاناه اللي هي كثيره، وعانينا حتى حنا معاها وليداتها. كنت نعقل انا غادي نمشي عند واحد ولد عمي في العطله، حتى كتعيط لي يا ماما والو قولي لولد عمك يجيبك. علاش يا ماما؟ راه العطله هذه باقي مازال ما سالات. لا والو قولي ليه يجيبك وخلاص. منين جيت قالت ليها شنو كاين وشنو كاين. باقا عقل على داك النهار بقيت كنبكي وكنوح، علاش في نظركم ما تقبلتهاش؟ عرفتوا علاش؟ حيت حسيت بها بلي انه ديك السيده خدات مني بابا اللي كانت عندي بيه واحد العلاقه اللي كانت عجيبه، كان كيديني معاه للقهوه وكنجلس انا وياه ويخرجني معاه، واللي كان موت عليها وتعجبني كان يعطيها ليا، والفلوس بلا ما نعاود لكم بلا حساب كيدور وكيعطيني، لدرجه انه خوتي كيحشموا ويقولوا لي عطينا وكيصيفطوني انا. غادي نتصدم وما تقبلتهاش وما عجبنيش الحال، وغادي يقول لينا بلي انه خاصكم تقبلوا هذا الامر، واما راه ماشي في الاستطاعه ديالي انا ننكري ليها ونوض ندير ليها دارها. شنو غادي يطرى؟ اييه داكشي اللي في بالكم، غادي يدخلها معنا للدار مره اخرى، ولكن هاد المره ماشي بصفه الجاره ولكن بصفه مرتبه، ودارنا حنا شحال فيها بيت وصالون وكوزينه. عرفتي شنو السطاج ديال الوحش؟ هو انه بيت ماما وفراشها وحوايجها وناموسيتها غادي يوليو ديالهم بزوج. اييه ما تصدموش، كانت الليله ليها في داك البيت وليله الماما. فاش هي كانت كتشد بيتها ماما كانت كتنعس حدايا انا وخوتي في الصالون، اولا خوتي كيمشيو كينعسوا فواحد المراح وكتبقى تشوها هي. العذاب النفسي اللي دوزات ماما راه نعيا ما نوصف، ما كنظنش او بالاحرى حتى وحده ما تقدر تقبلو على نفسها، ولكن مسكينه صبرات على قبلنا. هادشي اللي كانت تقول لي صبرت على قبلكم باش ما تشتتوش، ولكن في الاخير خرجنا كلنا بعقد نفسيه خطيره اللي ما يقدرش يمحيها الزمان ولا شي حاجه واحده اخرى. المهم دخلات ديك مرتبه معانا ولات عايشه معانا كمرت اب، عندها حتى هي السرود ديال الدار، كتدخل وتخرج بوقتها، وانا وسط هاد المعاناه غادي نقص ليا الشوف ديالي بواحد الطريقه اللي كانت رهيبه، وكنظن بسبب البكاء لانه من 14 ل 17 سنه دوزتها كلها بكا مع ماما، ما كنتش ندوز شي ليله مع ماما بلا دموع، وانا عاقله على هادشي بحال البارح. بالنهار راني متلفه الوقت وكنضحك ومبدل الجو، ولكن غير تنحط راسي بلي على المخده كنلقى دموعي نازلين، علما انني كنت نشوف مزيان، ولكن في ديك ربع سنين الاخيره واحد العين ولات عندي فيها ناقص 5 وواحد اخرى ناقص 3، وليت دايره نضاضر انا اللي كنت كنقشع شي حاجه منين ومنين. كنت كنموت على القرايه عزيزه عليا وديما تنجيب مزيان، ولكن منين طرا داكشي
وليت عاطيها غير البنات، وخوتي الدراري كانوا مزيريني بزاف ودايرين اللي حاضني في المدرسه، واللي ما عارفينش بلي انه البنت راه اذا بغات دير شي حاجه راه واخا تحط ليها حور راس فوق من راسها راه تقدر دير اللي بغات. كنت في شي ساعه خاويه ولا كنكذب عليهم بلي انه راني خارجه مع 6 وانا كندوز ديك الوقت غير مساريه وتصاحب مع الدراري، ما كنديرش شي حاجه اللي هي خايبه، ولكن كاني كنتقم من راسي ومن والديا. كنت نقول لهم ياك ما كتخلونيش ندير وندير، انا دابا غادي ندير وغادي نخرج مع صحاباتي بلا ما تسيقوا لي الاخبار. المهم مرتبة فاش جات بدات معاناة واحدة اخرى واسلوب واحد اخر من كلام اخر، كان كيفضلها علينا ووسط الطبلة كيهز الحاجة المخيرة من قدامنا ويحطها قدامها. واحد المعاملة وواحد الحياة كانت باطلة، كون غير كانت شي زوجة اب صالحة وعارفينهم بلي انهم ما مزوجينش، وداكشي ديال الفاتحة عارفينه غير كذوب حيت ما مزوجينش. المهم انا فهاد الوقيتة بديت كندخل لراسي الزواج، بغيت نتزوج حيت اش تنقول في قرارات نفسي بلي انه الزواج غادي يخرجني، هذا هو عقل 17 سنة تنقول بلي انه الزواج غادي يهنيني من مشاكل الحياة، حيت ما كنتش نقدر نصبر نشوفهم ضاربين وتنبغي غير ناكلها ولا غير نتفى لانه بابا قلباتو علينا. واحد خويا الكبير كاتوم عانى مسكين حتى هو بزاف، اما خويا الوسطاني فاش قال لينا بابا بلي انا غادي ندخلها تسكن معنا جمع حوايجو وخرج في حالو حيت ما استحملش، تيقول كيفاش حنا غادي نعيشو مع وحده كبرنا معاها على اساس بحال خالتنا. وحيتاش كانوا خوتي ديري البابا واحد لابليكاسيون ديال التجسس في تليفونه لقاو الكوارث اللي كتصيفط ليه تصورها اللي كانوا مخلين للحياه. داك خويا الكبير بقى كيكبت في نفسه واحد النهار ناض ودار لينا الروينه في الدار. واحد النهار بابا وماما كالعاده كانوا كيتناقشوا وكان تيعايرها، وكاع داك الحب الخيالي اللي دويت لكم عليه في الاول اختفى مع الجو كانه عمرو ما كان، وما بقاش كيحمل فيها حتى الشعره. انا شكيت في السحر لانه ملي ما تتكونش ماما قدامه تيدوي عليها مزيان، غير هو يشوفها كانه شاف شي جن ولا ما عرفت. المهم تيبقى غير كيعاير. خويا انا داك كان جالس في البيسي ديالو، وهاد الوقيته بدا كيسمع الصوت نتاع بابا تيعايرها وضرو خاطرو غادي يهز موس وبغى يخشيه في كرشو بكثره داكشي اللي سمع، بغى يقتل راسو شويه تيقول نقتل بابا. المهم طار ليه الفريخ في ديك اللحظه وبقينا كنشدو فيه بزز، وبدا تيبكي بحال شي طفل حتى هدناه. ودازت الايام وحطيت انا فكره الزواج في راسي. داك خويا الوسطاني كان داخل في واحد الجمعيه ديال الخير وكان معاه واحد الدري صاحبه اللي كانت عنده واش 30 ولا 32 معقلش سنه معقلش، كان تيجي لعندنا وبعض المرات كان خويا كيخرجني معاه وهو تيكون معاه هاد صاحبه. انا ذا كانت عندي 17-16 سنه، غادي يشوفني صاحبه وعجبته وجا خطبني، غير هو جا انا قلت صافي هذه هي الفرصه ما غاديش نفوتو، واخا كان كبير عليا وما زوينش وماشي حتى من النوع اللي كنت تنحلم به كمراهقه عند هذاك السن. المهم كنت نقول انا في جهنم هذاك هو الجنه، هذاك هو حبل النجاة اللي غادي يعتقني. تخطبنا ودرت لهم العصا في الرويضه، والو نديروا العقد نديروا العرس انا باغا نمشي في حالي، غادي تعكسوا الامور في المحكمه حيتاش كنت باقا مازال قاصر. وتبت واحد شويه وقلت لعله خير. تخطبت انا وياه بحفله كبيره لمده عام ونص، وديما خويا تيشكروا ليا وراه واعر وهادي وهادي وهادي. اراك مور ديك عام ونص غادي نوضوا المشاكل ما بين خويا وبين داك الخاطيم وصحابهم الاخرين، وهنا غادي يجي لعندي ويبقى يقول لي راه ما زوينش هذاك وراه دارهم غير في العروبيه، واش انت على خريامك تمشي لتما. المهم بصريح العباره خويا ما بقاش باغاني نتزوج به حيت هو قطع معاه العلاقه. المهم خطبوني ليه فاش كان مزيان، وفاش خياب لا ما عندك ما ديري به. من بعد عام ونص فرتكناها، ولكن خلال هذه المده وقعوا شلة تغيرات في حياتي. في السيزيام قلت لهم بلي انني غادي نخرج من القرايه حيت انا مخطوبه، وهذه هي الحاجه اللي ندمت عليها حتى ندموا عليها شفار عيني، وما كرهتش نرجع بيا الزمان اللور ونديرها حيت بقات فيا الحرقه ديال الباك اللي بصح ما شديتوش. غادي ندخل لواحد الجروب في الفيسبوك اللي كان فيه شي اخوات اللي غادي يبدلوا لي النظره ديالي في الاسلام، وغادي نبعد من البنات اللي كانوا تيجروني للطريق الخايبه
وقديت حجابي كما ينبغي وتلبس طويل ودخلت سوق راسي. باش كنت طالعه في 18 وخرج من القرايه قررت باش انني ننتقب، ولكن بابا ما خلانيش ولا اني لبست الخمار ديالي، ورغم انني تعرضت لواحد الموجه من التنمر من عند خوتي اللي كانت هائله، حيت ما بقيتش كنتفرج معاهم في الافلام وما بقيتش كنتصنت الموسيقى ودخلت سوق راسي، فتعرضت للتنمر من ماما وخوتي. يا ودي على الفقيها، يا ودي على هادي، ولكن الحمد لله غادي نتشبت بداكشي ديالي وتبت توبة نصوحة. المهم فاش تفسخات خطوبتي لقيت راسي لا باك لا مبارك كيف تيقولوا، وانا حسيت براسي تقلبت تقريبا ديال العمر. غادي دوز واحد 3 شهور كنت جالسة انا وماما في واحد الجردة وشافتني واحد المرأة اللي بغاتني لولدها. المهم جينا للدار وقالت لينا قولوها لمول الدار وردوا عليا نتسناكم، قلناها لبابا وقال ليها مرحبا. جاو لعندنا شافني وشفتو وعجبني وعجبنا بعضياتنا، ولقيت حبل نجاة واحد اخر وواحد الجنة اللي غادي نهرب ليها باش نهرب من الجحيم ديال دارنا. قلت صافي هذا هو فارس الاحلام ديالي. كان انا ذاك مازال باقي صغير ومتدين وملتحي وفرفوش مزوينة وتابعني غير بالتليفونات ومغرقني بالهدايا. تخطبنا ودازت شي 5 شهور باش انني نقفل 18 عام. كان بحال هاد الاسبوع نكملها الاسبوع الجاي نوض نديرو العرس. المهم ديما العمر كان تيدير لي حاجز. دفعت كاشطي وتفاصلي وعرضت على الناس، وما كنا عرفناهم على مرتبة حيت كنا كندخلوها معانا، فما بغيناش اننا نتحطوا في شي موقف ديال نخبيوها عليهم، حيت الزواج هذا كلشي حطيناه نهار الاول، هذه مرتبة وتقبلوها عادي، وهما اصلا كانوا ناس اللي هما طيبين. فاش بقات ديك 20 يوم بالضبط على باش اننا نتكاتبوا ونديروا العرس، ما عرفش واش شي حد من الدرب عندنا قراها فيا حسيفه غادي يمشي عند مت الخطيب وقال لها بلي انه مرتبط سميه راه سحاره. المهم شي حاجه بحال هكا هاد الهضره وصلتهم، مع العلم انهم تيسكنوا بعاد علينا بزاف، كانوا هما في بلاصه وحنا في بلاصه. واش شي حد اللي قال لهم شي حاجه؟ حيت واحد النهار امو جات عند ماما وجهها مخطوف وسولتها واش بصح مرت راجلك كدير كدير؟ قالت لها ماما لا حنا ما شفنا والو. المهم السيده ما بقاتش مازال باغا تكمل داك الزواج، وما كنتش انا معوله على هذا الشيء، كنت قاعده تنبني في الاحلام الورديه ديالي وهو كان تيموت عليا، وكنا ناويين اننا نعيشو مزيان، ولكن قدر الله وما شاء فعل. هو امو منين ما بغاتش قالت ليه غادي تفرق عليها، وقالها ليا واش عرفتوا الاحساس اللي جاني؟ راني نعيا ما نوصف لكم. العافيه نط ليا في قلبي، ومع كان قالها ليا في الليل ودارنا ما عارفينش تنشوف فيهم تيوجدوا وانا شنو غادي نقول لهم، كنت غادي نتصدى ويلي اش هادشي تيوقع ليا؟ علاش ما طلعتش بغاتني وانا كنت عجباني وانا عجبها؟ كنت نقول هذا هو الوسط اللي كنت بغيت. حتى كتقول لينا امو الله يعاوننا ويعاونكم، واصلا الاخبار كانت منتشره نتاع انني قربت نتزوج، حيت ملي تخطبنا بابا قال لهم جيبوا لي خطبه كبيره باش الناس يعرفوا بلي انهم صافي عطينا بنتنا. فعلا جابوا خطبه كبيره بحال العرس، الحولي والدهاز والخاتم. المهم درنا خطبه بتنقافوا بكل شيء، وكون ربي ما منزلش عليا داك الايمان انا ذاك كنت حرت فاش سمعت هاد الاخبار. التجربه الاولى فاشله، التجربه الثانيه كذلك، شنو بقى عندي مازال وانا باغا غير نهرب؟ تصدمنا كاملين. ماما هزيت التليفون كتعيط على امو، اش هادشي يا فلانه؟ خسرت على زوج كلمات، سيري عالجي بنتك، سيري شوفي شنو فيها. ما عرفش شكون قال ليهم شي حاجه بلي انا فيا شي حاجه. المهم شي حد بغاها فيا حسيفه وما حملنيش ودهست عاوتاني. هادي خويا متوسط مزوج وساكن بعيد علينا، انا قلت صافي غادي نخرج من هاد الدار ومن هاد الدرب، حيت غير تنخرج اسوميه امتى العرس امتى هادي امتى هادي كاين شي توجد. المهم مشيت جلست عند خويا شي ايام اللي غادي يقول لي سمعي يا سوميه صافي حبسي من البكا والتغبان حيت ما غادي يفيدك فوالو، نوضي جمعي الوقفه ورجعي ديري باك حر وسيري تقراي وكلنا غادي نعاونوك، ما بقى عندك ما ديري بشي زواج صافي واخا. ولكن هو الاول غادي يمشي للبلاد العربيه واحد شويه واحد شهرين 3 شهور ناخذ لي غير فتره ناقه نرتاح. ولكن بيني وبين نفسي كنت دايره بلان اخر، انني نبقى تما وما نبقاش نرجع ونعاود حياتي غير تما في البلاد. داني خويا وصلني للبلاد عند خالتي وقررت نبقى تما ونكمل حتى القرايه تما،
حيتاش ما تليتش باغا نرجع للمدينة، وبالخصوص لديك المعاناة. بابا ما بغاش، قال لي غادي ترجعي وانا ما بغيتش. بقى مني منك حتى ارتاحيت واحد 3 شهور، ولكن راه منين حطيت رجلي في ديك البلاد والخطاب كيف شتا. المهم غادي يجو فيا الخطاب هاد المره من عند واحد جارتنا اللي في المدينه، اللي ما بيننا وبينها السلام، اللي كانت عندها واحد صاحبتها كتقلب على عروسه لولدها، واقترحت عليها جارتنا انا وشكرتني ليها. جات قالتها لماما اللي عيطات عليا وقالتها ليا، وقلت لها بلي انا ما تليتش باغا نرجع للمدينه، بقات كتطلبني اجي نشوف فيهم، اذا ما عجبوكش سيري في حالاتك. انا رفضت، ولكن بقات كتطلب فيا، وقلت لها غادي نجي نشوفهم وندير لك الخاطر ونرجع، حيتاش الزواج ما عندي ما ندير به. مع الصدمه الاولى والثانيه صافي وليت مرهقه عاطفيا، وما بقيتش قاده على صدمه واحده اخرى. جيت وبابا فرح برجعتي، جودوك الناس اللي من اطيب خلق الله، الدين والرزانه، وكان يبانوا مزيانين وخا فيهم بزاف ديال العيوب، اللي لو كان تشوفهم بنت واحده اخرى تقول لا ما نقدرش نزعم مع هاد العائله. بحال مثلا الاب ديالو كان مزوج زوج عيالات، الاولى هي اللي جات خطباتني والثانيه كانت ماتت وخلات موراها الاولاد. خوتو مزوجين ومطلقين، جدودو كذلك مزوجين ومطلقين ومعاود مزوجين، وكانهم عندهم ثقافه ديال التعدد والطلاق. فوق هادشي كانوا بهم تبارك الله بزاف ديال الناس، وعندهم بزاف ديال الخالات والعمات، والولاد كان وافد تبارك الله، وانا ما مولفاش داكشي. حليت عيني وسط 5 ديال الناس، يعني ما كبرناش وسط هاد الهراج، وهما كانوا كلهم ساكنين في دار وحده اللي كانت كبيره. والصدمه فوق هادشي انه الخطيب كبر مني بعشرين عام، ايه وقبلت عليه وانا عندي 18 عام، غير باش ندير عمليه حسابيه ديال الفرق ما بيناتنا. ما قالهاش ليا سي مخي، حتى عاد تزوجت به ومشيت معاه للدار عاد قدرت نحسب، وبديت نقول دابا هو فاش كان في العام الاول ديالو في الجامعه، انا يلا تاديت ناري شنو درت. المهم صبخت لكم شويه الاحداث، اجي نرجعوا شويه الخطوبه. دارنا قالوا ليهم البنت راه ما كتعرف دير والو، واخا كان كيتضرب بيا المثل في الطياب، ولكن بالعاني قالت لهم ماما هكا باش ما يطمعوش فيا وما يلحقونيش لتماره، وهما ما كاين غير واخا واخا. والديا صراحه ما كانوش مرتاحين ليهم. دوزنا فتره الخطوبه اللي كانت شرعيه، ما كناش كنهضروا في التليفون ولا حتى نتلاقاو، حتى درنا نظره شرعيه وتوافقنا بزوج. تخطبنا شهر 11، في شهر 6 درنا العرس ما بين العائله وصافي. المهم هما فاش جاو ديك الساعه في الاول يخطبوني، قالوا لي بلي انه عنده دار في نفس العماره فين تيسكنوا ومؤتت كلشي، ولكن غادي نبداو نباتوا فيها ونتجمعوا في طبله واحده كامله لتحت مع مرت لوسي اللي حتى هي نفس البلان، غير هي ما عندهاش الكوزينه. قلت واخا. منين جيت دوزت معاهم واحد الشهر، راجلي قال لهم انا صافي غادي نطلع بحالي، حيت هو من النوع اللي ما عندوش مع الهراج والروينه، علما انه كانوا قالوا لي بلي انه كيموت على النقا والتاويل والماكله اللي هي زوينه، وخرج لي فوق من هذا الشيء كله. قال لهم بلي غادي نطلعوا وعزلنا، ولكن ما طلعناش شي طلوع، حيتاش ما حنا الفوق ما حنا لتحت، والايام مفرقه، كل نهار شنو غيكون وشكون غادي يجي، واش خاصنا نديرو مجموعين، حيت كاع حنا العريسات ساكنين في داك الموبل، انا الوحيده اللي كان عندي فصل معزول بكل شيء. درت 4 شهور وحملت، وبداو المشاكل وما قديتش على ديك تماره، وداكشي اللي كان تقداو حنا في سيمانه في دارنا الغدا هما تبارك الله ما شاء الله كانوا كيتقداو لنهار واحد. ناهيك نهار كيتجمع كلشي كيكون بحال شي عرس، والماكله كتكون فخمه، كلشي داخل الكوزينه. المهم باختصار بزاف ديال الاحداث وبزاف ديال التفاصيل اللي غادي يوقعوا ما بيني وما بين عائلته، وخصوصا مو اللي كانت تتبان من اطيب الخلق، بدات كدير لي الدين والرجلين باش تخاصمنا، ولكن الحمد لله انه راجلي كان عارف الحقيقه ديالها. غادي نعطيهم اتساع، ودرت العز لراسي وتهنيت من المشاكل، وراجلي راه مساندني. انا من حكايتي كامله اللي سمعت هاد القصة من البنات بغيتها تستافد انه القراية 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 ما تفرطوش فيها واخا تزوجوا. وتاني حاجة اذا شي حد جاي يخطبك ما تقبليش تعيشي مع والديه باش يبقى الاحترام، حيتاش الناس كيجيو عندك بوجه نهار الاول، وفاش تيوقع احتكاك تيتقلبوا عليك. اما بالنسبة للمرتبة، من بعد ما سكنها بابا معانا واحد عام ونص تقهرات ماما وغادي تقول لي خرجها عليا اديها فين ما بغيتي، وانا ذاك كنت نقول لماما غادي نخليهم شي نهار تيكونوا جالسين وغادي نعيط على البوليس نقول لهم اجيو هزوهم راهم ما جالسين في الخيانه. ماما طاحت على هذه الفكره وبدات كتهددو وخافوا خرجها، ولكن هذه عام باش كنشكو انا وتقطعت علاقته معها لانه ولا جالس غير في الدار وعطاها للجانب الديني والخدمه،
ولكن علاقته بماما مازال متوتره. ديك المره با رجعت للدار ديال الطليق ديالها، باقا عايشه معاه وعندها واحد ولدها خرج ليها من الجنب، خرج ليها للبليه وديما تابعه الكوميساريه في السبيطارات، مره ضارب ومره مضروب. ما بغيناش داكشي لولدها حيتاش كبرت معاه، لا انا ولا ماما، ولكن تنشوفوا هذا الظلم والحقره اللي دوزت علينا كتخرج فيهم كاملين. واخا ما كتبغيش للناس عموما الشر، ولكن كنشوفها هي محنه وكتعذب وتمحنت حتى مع بنتها اللي كان يهلكها راجلها بلاصه، والبنت الصغيره راها طالعه عليها عافيه. بسببها خويا الكبير ما بقاش اجتماعي ومشى للبليه، وخويا الصغير تزوج وهو صغير باش يهرب من المشاكل بحالي، وفي الاخير طاح في واحد بنت الناس اللي ما مزياناش. انا كذلك ما كنتش باغا نتزوج الا لسبب الهروب من واقع مر. هادشي قدر، ولكن لو كان ما دخلتش لحياتنا ديك السيده كنت ما عرفتش فين وصلت في حياتي، خصوصا وانه كنت متحمسه للمستقبل. وهذه هي حكايتي، وهذه هي كانت حكايه سميه يا ساده الكرام. اول مره ندوز بحال هاد الحكايه عندي في القناه، عمر ما داز عندي بحال هاد الموضوع. عجيب وغريب كيفاش هاد النوع ديال الناس كيقدروا يديروا بحال هاد الشيء، اولا كتعطيهم خاطرهم انهم يخربوا البيوت نتاع الناس وحده اخرين، يكونوا عائله على ظهر عائله وحده اخرى. ولكن كونوا اكيدين اللي دار بحال هكا راه ربي عمره ما تيبارك ليه في ديك العائله وما تيكمل ليه النيه ديالو. اللي كيعيش بحال هذا الشيء، اللي مآذي من هذا الشيء، ليه مولانا، هو خير منتقم. هذه كانت حكايتنا الليله، كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم. خليو تعليق جميل لسميه. دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو بعد غدا ان شاء الله. سلام سلام.